دكتور أسماء رفعت، دائما ما السياسة بتلقي بظلالها على العمليات والشراكات الاقتصادية طول الوقت، مع أننا من أنصار أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسيين بقى، فإما أن هم يعني يذهبوا إلى حروب أو أن هم يذهبوا إلى موائد المفاوضات. يعني الاقتصاد دائما هو المحرك من وجهة نظر الناس اللي زي حالتي اللي عندهم انحيازات ناحية بتوع الاقتصاد. فهنا أسألك على الشراكات اللي بتتم مش بس مصر والسعودية، الشراكة ما بين مصر السعودية، مصر الإمارات، مصر السعودية الإمارات، مصر الأردن العراق، مصر الأردن البحرين، كم الشراكات اللي حصل في المنطقة خلال السنة ونص اللي فاتوا غير مسبوقة من وقت الحرب العالمية الثانية حتى هذه اللحظة، بتشوفيها إزاي؟ احنا ممكن نشوفها بشكل اوضح من خلال ان احنا نشوف السياق الاقتصادي العالمي اللي مرينا بيه خلال فترة السنة ونص او السنتين اللي حضرتك بتتكلم عنهم. الفترة دي شهدت ازمات متتالية، ازمات عالمية، وانعكست تداعياتها الاقتصادية على الدول المختلفة. اول حاجة ازمة كورونا، الاقتصاديات كلها قفلت، الانتاج كله قفل، التشغيل قفل، فالعرض الكلي العالمي انخفض بشكل كبير. وفي بعض الدول بدأت إن هي تفرض حظر على تصدير المواد الأساسية بتاعتها حفاظا عليها لبلدها، بحيث إن لو أمد الجائحة امتد لفترة طويلة تكون مأمنة الاقتصاديات بتاعتها. بعدها فترة التعافي أو بوادر التعافي من أزمة كورونا برضو كان فيها اللي احنا بنقول عليه الطلب المكبوت، الطلب زاد بشكل كبير جدا على كل السلع والخدمات، فالعرض الكلي أو الانتاج ما قدرش إن هو يعني يتصارع بنفس معدلات زيادة الطلب. فده نتج عنه مشكلتين رئيسيتين، أول حاجة ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وتاني حاجة اضطرابات في سلاسل الإمداد. القضيتين دول أو الأزمتين دول قبل ما نحلهم وقبل ما نواجههم جه الصراع الروسي الأوكراني في بداية العام الحالي. الصراع الروسي الأوكراني ده بقى هو بعيد عننا، فالمخاطر الجيوسياسية بعيدة عننا، ولكن المخاطر الاقتصادية طالتنا بشكل كبير. ليه؟ لأن حضرتك جيت عند مواطن الانتاج والمكان اللي موجود فيه مواد الخام وتقريبا قفلتها، بقى في الدول الكبرى بتتصارع مع بعضها في شكل عقوبات اقتصادية على روسيا. روسيا كانت فرضة حظر على المواني بتاعت البحر الأسود، فما كانش فيه إمكانية لتصدير. غير كده بعد لما يعني إن شاء الله أمد الصراع ينتهي وكده، هيبقى فيه في أوكرانيا محتاجين إن احنا نعمل إعادة أعمار، يعني مش هتنتج وتصدر زي ما كانت قبل كده، لا هتاخد فترة كبيرة في إن هي تعمل ده. فده انعكس على مصر وعلى يعني دول كثيرة من الناحية دي، إن موارد الإنتاج كلها بقت يعني مش بيتم إمدادها بشكل كبير، فده زود من أزمتين، التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد. طب نيجي نشوف المواجهة تمت إزاي. طالما في تضخم مرتفع السياسة النقدية بتكون انكماشية، يعني بنرفع أسعار الفايدة، وده شفناه في قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي والاقتصاديات المختلفة اللي بتربط عملتها بالدولار، وشفناه في الاقتصاد المصري. ده شيء طبيعي إن التضخم مرتفع فبنرفع أسعار الفايدة. رفع أسعار الفايدة بيخرج من الاقتصاديات رؤوس الأموال اللي هي سهل تخرج، اللي هي بتكون غير مباشرة، أو اللي احنا بنقول عليها الهوت ماني أو الأموال الساخنة، بتخرج في اتجاه أسعار الفايدة الأعلى. فده بيضر بقى الاقتصاد، إن انت مش بس موارد الإنتاج اللي انت كنت بتعتمد عليها يعني تم إن هي مش بتجيلك بالقدر الكافي، لا ده انت كمان عندك تضخم مرتفع بينعكس عليك، اللي هو التضخم المستورد، ورؤوس الأموال اللي كانت عندك خرجت. فبيبقى الحل هنا في إيه؟ إن احنا لو جينا نشوف التضخم ده اساسا زاد ليه، زاد بسبب ان العرض ما كانش مرتفع، فاحنا عايزين نضخ استثمارات، ولكن نضخها في شكل استثمارات مباشره يتولد عنها ناتج ويتولد عنها عرض كلي، فهو اسمه انفاق استثماري، يعني انت بتنفق فلوس، فده ممكن يتولد عنه ضغوط تضخميه، ولكن في النهايه انت بيكون عندك ناتج، بيكون عندك تشغيل، بيكون عندك يعني حركه الاقتصاد بترجع ان هي تشتغل تاني. العلاقات اللي حضرتك بتقول عليها بين مصر ومختلف الدول في النطاق الإقليمي العربي، ده شيء يعني كويس جدا ان هو يتم في الفترة الحالية، وبيتولد عنه ان احنا بنستبدل سلاسل الامداد اللي هي حصل فيها بعض الدروب كده وبعض الخلل نتيجة الصراعات والازمات العالمية، بان احنا نستبدلها بسلاسل انتاج تانية تكون محلية. لان احنا لو بصينا على المنطقة العربية هنلاقي في قوة عمل موجودة في مصر، هنلاقي رؤوس اموال موجودة في الامارات،
هنلاقي في ميه واراضي زراعيه في السودان، هنلاقي في معادن في المغرب وتونس والجزائر، هنلاقي في نفط في دول الخليج. طب ما انت كده عندك عناصر الانتاج كلها تقدر بقى ان انت تشغلها وتولد انتاج، وسلاسل الامداد هتكون قريبه في نطاقك الاقليمي، فهتكون اقل تكلفه طبعا، وفي نفس الوقت اكثر استدامه. عظيم جدا.